هو تعرف سماحة السيد مقتدى يعني عنده قدرة وعنده شعبية وعنده جماهير، بس أن يجي يصطف ويا مجموعة ودون مجموعة أخرى ويعتبر نفسه منتصر والآخرين مهزومين، هم مو صحيح هاي. أنا قلت لهم تصريحات رسمية، قلت لا أحد يعتبر نفسه مخذول ومهزوم ولا أحد يعتبر نفسه منتصر. الآن حان الوقت لحوار وطني حقيقي لرسم خارطة الطريق إلى الأمام. هذا المفروض. يعني المقتدى الصدر باشعوبه هو الأغلبية، هو فاز أخذ على الأصوات. أي. ورغم أنه حاولوا هم يوقفون ضدنا، أنه نحن مو أغلبية بوكته، الأغلبية ممكن تشكل بعد اسمه. أي. بعد الانتخابات. بس هم وقعوا بنفس التهلكة هاي اللي سوونا إياها، الكمين اللي نصبوه. فمع هذا مقتدى الصدر عنده إمكانية يشكل، وأنا اقترحت قلت لهم خلي يشكل هو يقترح رئيس وزراء، بس ما يكون اكو فيتو من عندكم من الإطار التنسيقي. التنسيقي هذا أولا. ثانيا الإطار التنسيقي يشترك بالحكومة ويشترك بالمجلس النواب، ما بيها شيء، ويكون التسمية لرئيس الوزراء من مقتدى الصدر. هذا تصريح رسمي وعلني أذكره. أي. بس هو هذا مو صحيح هذا الكلام. احنا بعدنا لا تدري لا اكو تقبل لمسألة فهم المعارضة. احنا ما نفهم شنو معنى المعارضة. احنا المعارضة لو ضخي لو اكسر مخي، هاي هي. فلهذا السيد مقتدى كان لازم ينهج نهجه. وعتابي اكثر انا على اخ مسعود، انا اخ مسعود عندي ثقة كاملة بي، ثقة مطلقة وتكاد ان تكون مطلقة فعلا. قلت له أنا الأخ مسعود، قلت له أنت يعني أنت عنصر موحد، ومنو بقى بمجلس الحكم بس أنا وأنت؟ قلت له أنت عنصر موحد، ما ليته تجي تصطف ويا محور ضد محاور أخرى هم وترهم. فلهذا أنا أعتقد أنه هي مو القضية من الغلب من أخذ الأغلبية، ما يجوز يعني أنت تنصب ولاية. يعني دكتور أنت من الرافضين للتوافقية ومن الرافضين للمحاصصة، والآن تشكل على سيد مقتدى أن لا يتحالف مع نص ويترك النص الباقي. يعني أنا ما افتهمت هالهاية، بمعنى الكل يجب أن يشترك، الكل يجب أن يتحالف، لعد شنو اللي سوينا؟ لا مو الكل يتحالف، الكل يتحاور. أكو فرق بين الحوار والتحالف. الحوار لم ينتهي. لا ماكو حوار مسدود. لا يعني الحوار لم ينتهي عند حد معين. لا لا يعني ماكو توافق بالحوار. لا ماكو حوار أساسا، ماكو حوار لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. أكو اشتراطات وشروط مو صحيحة. يعني مثلا من يفرض على نوري المالكي ما يلحق. نوري المالكي أخو خصمي كان سياسي، بس أنا ما عندي اشتراط على نوري المالكي، هذا جزء من العملية السياسية. ولا عندي اشتراط على هو سيد سماحة السيد مقتدى الصدر، هم جزء من العملية السياسية. أما حوار شيء آخر. حوار مهم حتى نصل إلى نتائج، حتى هذا التكلس والعداء اللي صار بين الأطراف يذوب بالحوار. تدري أنت قاعد ويا واحد تقابله وجه لوجه، تعشون سياسة، توصلون إلى نتائج طيبة بالنتيجة، بس ما يصير مواقف مشترطة إلى لما قدام اتخاذ القرار، نوصل إلى والله استداد وما انسداد ومثل هاي الاصطلاحات الغريبة مفاهيمها احنا شنو.